عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء. وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة إليها من خلال عدة طرق، منها ملء استمارة طلب العفو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، أو بالبريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو التواصل مباشرة مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي. كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عددا من الأسماء على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها. وينضم إلينا من إسطنبول شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. أهلا بك معايا شريف، ويعني أكيد تابعت معانا المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وما نشره من 10 اقتراحات للجنة العفو الرئاسي. كان الحقيقة واحد من ضمنها هو وضع يعني موقع خاص للجنة أو صفحة رسمية خاصة باللجنة لتلقي الطلبات، وبعدها ببضعة ساعات عرفنا أن بالفعل هيتم تدشين هذا الموقع وهذه الصفحة. هل نعتبر ده خطوة إيجابية؟ هل نعتبر ده مسار جديد ومرحلة جديدة للاستماع إلى الأصوات الحقوقية في مصر؟ اهلا بك سلمى، اهلا بالساده المشاهدين. أهلاً. طبعا مع احترامي للجنه واعضائها الجدد الذين انضموا، سواء الاستاذ كمال ابو عيطه والاستاذ طارق العوضي المحامي، انا اتخيل انه يعني لا ينبغي الرهان على اللجنه بشكل كامل في موضوع العفو عن المحبوسين احتياطيا او السجناء السياسيين بشكل عام. يعني هي اداه تقدم حل جزئي ومحدود في هذا الجانب، يعني ده المفروض على المدى الطويل ان احنا بنتكلم عن دور المجلس القومي لحقوق الانسان، عن تعديل نظام الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائيه، عن ظاهره التدوير، حل جذري وكامل. فيما يتعلق انه باداء اللجنه من 2016 ساهمت في 3 قوائم عفو رئاسي، ومنهم كتير من السياسيين على واللي كانوا محبوسين احتياطيا. من 2018 تقريبا جمدت اللجنه ولم يعني نسمع عنها اخبار خاصه بقوائم او شيء من هذا القبيل. في المؤتمر الاخير الذي عقده رئيس الجمهوريه في فتره تنميه الاسره المصريه تم تدشين اللجنه مره اخرى بعد 3 سنين من الحج، واعيد تشكيلها بضم اعضاء جدد فيها جزء سياسي وجزء قانوني. يعني انا تقديري ان مقترحات الصديق خالد علي هي اقتراحات مهمه جدا في هذا السياق، وهي بتاكد على فكره المعالجه العامه للملف، مش بس انه بيطرح اسماء معينه واللجنه بتاخد فتره لبحثها وتعرضها على الجهات الامنيه والاخره. طيب لا، هنا شريف ممكن معايير ممكن بشكل سريع ندي للسادة المشاهدين فكرة عن المقترحات العشرة اللي قدمها خالد علي الخاصة بالتدوير والحبس الاحتياطي وإلى آخره من المقترحات، وإزاي إن احنا نخرج من نقطة إن بيخرج بعض الأسماء فقط إلى إن احنا نحل المشكلة جذريا بشكل له أدوات وعارفين ماشي إزاي. اللجنه المقترحات فيها شقين في الحقيقه، شق خاص بالمحبوسين احتياطيا لفترات طويله، والشق الثاني بفكره المحكوم عليهم باحكام جنائيه سواء من محاكم امن الدوله او المحاكم الاخرى. فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، وطبعا هنا النيابه العامه طرف اصيل في اخلاء سبيل هؤلاء، المقترحات اللي بيقدمها خالد خاصه بمساله انه اللي تجاوز مدد معينه، مده العامين مثلا على سبيل الحبس الاحتياطي يفرج عنه فورا. بدأ بأنه اللي قضى 18 شهر على ذمة الحبس الاحتياطي، تمام. كمان اتكلم عن فكرة التدابير، يعني إذا كان حد عليه تدابير أو مراقبة داخل قسم الشرطة، مراقبة ده في إطار الأحكام، إنما تدابير أخرى في إطار الحبس الاحتياطي وقضى 2 سنين يتم إنهاء هذه التدابير، سواء يعني قبل العمل بها أو هو تم جزء منها فيعفى من الجزء اللي فاضل. كمان برضو اتكلم على انه فكره التدوير، انه اي شخص مر عليه فتره 2 سنين واحيل لمحضر اخر بنفس الاتهامات فيما يطلق عليه اعلاميا ظاهره التدوير في قضايا اخرى يتم اخلاء سبيله.
ده على مستوى المحبوسين احتياطيا، على مستوى المحكوم عليهم اتكلم على فكره كل المحكوم عليهم في قضايا حريه الراي والتعبير واساءه استخدام التواصل الاجتماعي وقضايا التظاهر يتم اخلاء سبيلهم. الجزء الثاني او استخدام اليه العفو الرئاسي عليهم اللي هي موجوده بنص الدستور في الماده 155، وكمان اللي عليهم احكام من محاكم امن الدوله وبيقضوا هذه الاحكام، اصبحت احكام باته وبينفذوها، برضه يتم اخلاء سبيلهم او استخدام اليه العفو الرئاسي معهم. لا. فانا رايي دي اقتراحات جيده وبتنقل الموضوع نقله ثانيه لاستخدام معايير موضوعيه. شريف هل بالاضافه الى ده لكن عندي سؤال قانونا، يعني انت بتقول اقتراحات جيده وادوات جديده وادوات الحقيقه منضبطه، لان ما كناش عارفين لجنه العفو الرئاسي قبل كده ما كانش ليها ادوات واضحه كيف تعمل، لكن هل بالادوات دي قانونا يمكن تنفيذها؟ لان البعض بيقول مثلا ان صلاحيات الرئيس ان هو ما مش من صلاحياته ان هو يعفو عن المحبوسين احتياطيا مثلا اللي احنا بنطالب بيهم والمفروض يكون محكوم عليهم والى اخره، فقانونا الى اي مدى نستطيع تنفيذ الاقتراحات دي؟ ما هو شوف، هي الاقتراحات دي هي مجرد اقتراحات تبقى في النهايه اقتراحات لا يتم اقرارها الا بموجب يعني اتفاق توافق اعضاء اللجنه عليها. وانه هي تشكل هذه القوائم، وفي النهايه برضو اللجان الامنيه هي اللي بتلعب دور في الحقيقه، ودور النيابه العامه هو دور اصيل في الموضوع. لكن انا اتخيل انه على يعني في 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 يعني اشكال اخرى زي المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنه الاصلاح التشريعي، وفي لجنه الحوار اللي بيراسها الاستاذ محمد انور السادات، وقاموا بدوره عملوا حوارات في المجلس مع الصحفيين والاحزاب السياسيه والحقوقيين واخذوا قوايم. فانا رايي انه لازم في تعديل قانوني في الحقيقه، سواء لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب تقدم هذا التعديل لقانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي، ويقل كتير عن المده اللي هي اقصاها عامين، يبقى مثلا في الجنح 3 شهور وفي الجنايات 6 شهور، ولا يجوز وقف ظاهره التدوير على المستوى القانوني في الحقيقه، انه النيابه العامه لازم يعني لازم تراجع كل الاشخاص اللي احيلوا لقضايا اخرى بنفس الاتهامات بعد انتهاء مده حبسهم الاحتياطي، انه هل الاتهامات دي غير جاده في الحقيقه وبتستهدف اطاله مده حبسهم ل4 سنين واكثر كمان. ففي الحقيقه هنا في دور على المجلس النواب ان هو يعمل تعديل تشريعي جاد في قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات في الصياغات الخاصه حتى بالجرائم من الخاصه بامن الدوله من جهه الخارج او الداخل او بقانون الارهاب. احنا محتاجين تعديل، واول حاجه فكره الحبس الاحتياطي احنا محتاجين تعديل، والاستراتيجيه الوطنيه اتكلمت عن مؤشر خاص بتعديل المواد الخاصه بالحبس الاحتياطي، والا هتفضل فكره انه اللجنه والله هتعمل قائمه ب 40 واحد فيخرجوا، وبعدين لو في 100 كمان ما يخرجوش فيبقى في جدل بقى، وكل سنة تعمل لنا قايمة والباقيين يستنوا. يعني حتى قرارات العفو الرئاسي، قرار اللي صدر على حسام مؤنس لم يشمل مثلا الآخرين المتهمين في نفس القضية. نعم مظبوط. فأنت هنا فكرة الانتقائية في الحقيقة، لأنه ما فيش معايير في الواضحة في الموضوع، فإحنا هنا محتاجين نتكلم بشكل عام، لو تعديل النظام القانوني في خاصة قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، ومجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بدور، لأن القانون المنشئ لهذا المجلس نص على أدوار للمجلس بالتعاقب مع مجلس النواب. نعم. اللجنة هنا دورها هو دور، أنا في تقديري دور محدود برضه، ما لهاش صلاحيات مطلقة، في الآخر تخضع لمراجعة من جهات أخرى. تمام؟ فإحنا هنا بنعالج بشكل جزئي ولا ينهي المشكلة. هل بقى في إرادة سياسية ننهي ونقضي على المشكلة؟ بيخرج 10 بيخش 20 مكانهم محبوسين. نتمنى أن تكون اللجنة هذه المرة عندها آلية واضحة للإفراج عنهم، ويكون في آليات واضحة لحل مشكلات زي حرية زي الحبس الاحتياطي وزي التدوير على قضايا أخرى. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.